شكراً لحضارة المكسيك، فمن دونها ما كان لدينا الطبق المرحب به في كل مكان وزمان، الجواكامولي. أعطيني إياه. يمكن وضع الأفوكادو الناضج والحمضيات الطازجة والطماطم على أي طبق وفي أي وقت. إن تساءلتم عن طريقة تقديم هذه المقبلات، فقد كتب كل من ليانا يانسن التي تعمل لدى ليزا وكولين ماجافن إجابة عن هذا السؤال. Fresh is best، هذا الشعار يجسدنا. النضارة كل شيء بالنسبة لنا. يبدو أن حركات رقص الصلصة على القدر نفسه من الأهمية. إذن يجري استغلال النضارة، لكن ليس في المكسيك بل في هذه المنشأة ومتجر البيع على أيدي موظفين رائعين. وليانا تعرف، نبدأ بهذا وننتهي بهذا. تتمثل نقطة البداية مع المكون الوحيد الأكثر أهمية وهو الأفوكادو. صحيح، يجري تسليم الأفوكادو كاملاً طازجاً مع الطماطم والبصل والليمون والليمون الأخضر. ولجعل كل شيء يعمل بطريقة مثالية، لدينا هذا الطاقم الفائق السرعة. ومحطة عملهم هي هذا المكان الرائع الذي يتكون تصميمه من طبقتين توضع فيهما الخضار وشرفة. أجل، هذه هي. لا شك في أن علامة Fresh is Best تملك مزودين ممتازين للأفوكادو. تصلنا الأفوكادو من كاليفورنيا ونطلبها وفق شروط معينة، لذلك عندما ترون الأفوكادو تشاهدونها بذلك اللون الأخضر الليموني. يا لحظك، يصعب الحصول على النضج الصحيح للأفوكادو. عليهم العمل بسرعة. أد، من تظنه الأسرع بيننا؟ أنت. لا بل ريبيكا. لا بل سام. لا بل تمارا. لا بل ماريان. إذن ماريان الأسرع. أجل، إنها سريعة جداً. جميعنا الأسرع. أجل. يا له من طاقم جميل وسريع. جميعنا يحب الطعم الحامض في الجواكامولي، لذا فالليمون الطازج والليم هما النجمان هنا، حيث يتجهان إلى عصارة. كما قلنا لكم سابقاً، كل شيء طازج، حتى عصير الليمون واللايم. في هذه الأثناء، بالعودة إلى الطاقم السريع في الخلف، يوصل أحدهم الفلفل الحار وهو يحمل البالونات. تحضر الطماطم وتوضع في سلال الانتظار. الكزبرة الورقية هي التالية، تقص بالمقص، وذلك للحصول على طريقة أسرع وأكثر أماناً ونظافة. في هذه الأثناء لدينا سام التي تصب الثوم الطازج في الخلاط. تضيف الملح والعصير الحامض الطازج وتخلطه، ثم ترفع الغطاء وتضيف المزيد من الثوم. بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحبون الثوم، فهو نكهة مكسيكية، نحن نضيف الكثير منه. من لا يحب الثوم؟ إنه المنكه المفضل لدي. يذهب العصير الحامض والثوم إلى وعاء الجواكامولي الكبير مباشرة، على عكس الخضار التي تتجه إلى آلة لتقطيعها إلى مربعات. يأخذ هذا الوحش الخضروات مهما بلغ حجمها وفي أي وقت، ويقطعها بكل حرفية. يا للروعة. تقطع جميع الخضروات جنباً إلى جنب مع الأفوكادو والكزبرة. صممت الحاوية على عجلات، حيث تدفع إلى خلاط خاص صمم مع مجاذيف مصنوعة وفق الطلب. هذا الخلاط الفريد في نوعه بني هنا في الموقع، وهذا يمكننا من مزج كمية أكبر حجماً وبسرعة أكبر أيضاً. توجد صلصة سرية هنا تحتوي على مكون خجول وغامض، ويظهر بشكل مستمر في Fresh is Best. أنا أفضل رجل فلفل حار هنا. أنت بطل الجواكامولي. هكذا يمزج الجواكامولي على نحو كاف لجعل كل المكونات تمتزج على نحو مثالي. تزن الدفعة الوحيدة 275 لتراً. هذه كمية كبيرة من الجواكامولي. كل الشكر لك ولأصدقائك يا أد. يوضع الجواكامولي في المودع. تجهز العبوات البلاستيكية وتملأ. تضخ الحاويات بالنيتروجين لحمايتها من التلف وإغلاقها. ثم يوضع الغطاء، ثم تعبأ العلب في الصناديق يدوياً مع القليل من التشجيع من رجل الفلفل الحار. شكراً جزيلاً أيتها المكسيك، لكن الجواكامولي الذي تصنعه هذه العلامة الكندية رائع واحتفالي جداً. حسناً، فليعطيني أحدهم. أعطني شريحة تورتية، أريد تذوق هذه النكهة الاحتفالية.